السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية عبد الله العنيمي إن الحكومة اليمنية المعترف بها مستعدة للذهاب إلى أي مشاورات من شأنها جلب السلام للبلاد، متهما الحوثيين بتسييس القضايا الإنسانية. وأوضح العليمي في مؤتمر صحفي ضمن برنامج الإعلام الدولي التابع لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بأن معركة مأرب مصيرية ولن تسقط بقبضة الحوثيين مهما كلف الثمن، رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي قدرها بنحو 2400 قتيل من قوات الجيش والحلفاء من رجال القبائل منذ مطلع السنة الحالية. ورحب العليمي بعرض النجل لشقيق الرئيس السابق العميد الركن طارق صالح المشاركة في معركة الدفاع عن مأرب، المدينة الحيوية التي تؤوي أكبر تجمع إنساني للنازحين. وقال إن العميد صالح أرسل رسائل إيجابية في الفترة الأخيرة على أكثر من سياق، ونحن نشجع هذا المسار والمبادرات وأي دعم من جانبهم مرحب به أكثر من أي وقت مضى. وأشار العليمي إلى قائمة طويلة من التنازلات التي قدمتها الحكومة المعترف بها من أجل إحلال السلام في اليمن، بدءا بجوات مشاورات السابقة والموافقة على إعلان وقف إطلاق النار والإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الأممي مارتن جريفيث ومبادرة خفض التصعيد وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، التي قال إنها في المقابل رفضت جميعها من جانب الحوثي المتحالف مع إيران. وتحدث العليمي عن صحة الرئيس ودور أبنائه في صناعة القرار والعلاقة مع حزب التجمع اليمني للإصلاح والمجلس الانطلاقي الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والإمارات العربية المتحدة. من جهة أخرى، أعلن العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد ألوية حراس الجمهورية إطلاق سراح كافة أسرى جماعة أنصار الله الحوثي دون شروط. وغرد طارق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر السبت بالقول: أبلغنا الصليب الأحمر الدولي استعداد القوات المشتركة تسليم كافة الأسرى اليوم قبل الغد. وأشار قائد ألوية حراس الجمهورية إلى أن الإطلاق غير مشروط، سواء التزم الحوثي بنفس الإجراء إطلاق الكل مقابل الكل أم لم يلتزم. وقال العميد طارق صالح أن عملية إطلاق أسرى الحوثيين دون شروط هدفها قضاء كل أسير ومخفي قسرا عيده بين أفراد عائلته. ويوم الاثنين الماضي شن العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم ألوية حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح هجوما لاذعا على جماعة أنصار الله الحوثي على خلفية التلاعب بها بملف الأصلاء والمعتقلين على حد قوله. وقال دويد في تغريدات على حسابه بموقع تويتر: إن تلاعب الحوثيين بملف الأسرى والمعتقلين يمثل قمة السقوط السياسي والانحطاط الأخلاقي. وأضاف المتحدث الرسمي لقوات حراس الجمهورية أن الظروف المزرية التي يعيش فيها المعتقلون والأسرى لدى جماعة الحوثي منافية كل الأعراف والقوانين الدولية وديننا الإسلامي الحنيف.